تغيير عقلية المواطن من أجل إعادة تأسيس تشاد في عهد الجمهورية الخامسة، عنوان يحمل في طياته مسؤولية كبيرة وتحدي كبير سيقوم بمواجهته المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي عبر الدورة العادية الثانية التي انطلقت بالأمس، حيث بدأ أعضاء المجلس بأنفسهم في هذا الصباح الباكر وفي مقر المجلس برفع العلم وقراءة النشيد الوطني. Joyeux, pacifique, en avant, en chantant, fidèle à tes ancêtres qui te regardent. رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي الدكتور أحمد أنبدو محمد في كلمته تحدث عن أهمية هذا الموضوع، مشددا على ضرورة تغيير العقلية لدعم الإصلاحات والتحولات اللازمة لإعادة بناء تشاد. سوينا افتتاح هنا سيسيون دورة خاص أنا 15 يوم أنا كونسي ايكونوميك سوسيال كولتوريل في بالي ديزير دي لا كولتور. اليوم جينا بنفس الطريقة ده، قلنا كان الموضوع اللي ندورون نناقشه هو خيرين هنا الأخلاق هنا تشادين تشادين في وكنا لسه القاعدين كلكم تلاحظوا كي أخلاقنا ما طيب، ما كل الناس، لكن حب الوطن بيجي ما في، وما في يعني ريسبي للشوز بيبليك، مثلا ريسورس بيبليك عن البلد ده، قلنا حاجات ده ما يخلي الحكومة تقدر تنفذ مشاريع الخالي عندها للشعب في شان تحسن في حياتهم. هنا كمستشارين هنا الكونسي ايكونوميك سوسيال كولتوريل لازم التأخير ده يقوم مننا علينا. دونك اليوم فجر جينا رفينا الدرابو وقرينا يعني شانتي نشيد الهمن الناسيونال الوطني في شان الناس يعرفوا بكونا ان القيرين الاخلاق ده ببدا بين علينا، وان يوم علينا يوم 6 اغسطس ده اول يوم في شان نخيروا اجامي يعني بتاتا ثاني ما نرجو في تقاليد حنان ما طيب. الوطن هو ازيد زي ما كثير من بلدان يمكن عندهم بس ديفيس هنام بعد سبحانه وتعالى بعد السنيور هو يكون الوطن الدا يعني يكون في عقولنا كلنا عشان يخلي للحكومة والنظام الدائرين يخيروا حياة طلمية هنا البلد ده يقدر ينفذ المشاريع الكبار كبار عندهم. وخلال هذه الفترة الخامس من أغسطس حتى الخامس عشر من نفس الشهر سيعمل المشاركين في هذه الدورة بكثافة وعمق لوضع توصيات ومقترحات ملموسة للاستجابة للتحديات التي تواجهها البلاد في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة من خلال وضع المواطنين في قلب الاهتمامات السياسية والاقتصادية.